قال محمد هو باب مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجس وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبط حائز تفضيلا، مستوجب ألفية ابن معطي، وهو بسبط حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة. وتقتضي تقتضي